السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو، توحشتكم بزاف 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 بزاف. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، المهم اليوم فيديو جديد، نهار جديد وفيديو زوين اللي شحال تحت طلب، شحال المتتبعات الغاليين ديالي، زوينين ديالي والمحبين ديالي، كنحماق عليكم بزاف بزاف. وواحد السيده قالت لي عافاك عطينا شي وصفه، انا راني يلاه ولدت وبغيت شي وصفه لزياده الوزن وبزاف د الحوايج. وحده عاوتاني بزاف مهم ديال لي فيديو، بزاف المتتبعين بغاوني ندير لهم فيديوهات جداد حيت عجبوهم المحتوى ديالي، عجبهم الفيديوهات ديالي وجربوهم ولقاو نتيجه الحمد لله. شحال من وحده جربت الوصفات اللي كنحط ولقات عليهم نتيجه ورجعت شكرتني في التعليقات، وانا دوك التعليقات هما اللي كيحفزوني باش كنزيد نقلب ديما على الجديد، نقلب ديما على الحاجه اللي مزيانه ومفيده. وحتى كنجربها البنات ما تنساوش، حتى كنجربها في راسي عاد كنعطيها لكم حيت ما نقدرش نعطيكم شي حاجه اللي ما متاكداش انا منها. المهم اليوم جبت لكم واحد الوصفه خطيره البنات، خطيره زوينه بزاف، عرفتي 100% لزياده الوزن. المناطق الانثويه المهم لاطيك تقاد لك مخيره زوينه. كنت سبق لي وحطيت واحد الفيديو ديال تا هو زياده الوزن، ولكن هذاك عباره عن سيرو اللي الثمن ديالو 13 درهم البنات، وتا هو غزال بزاف 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 بزاف. يقولوا لي البنات علاش الا كان زوين علاش درتي لنا هذه؟ البنات بزاف البنات غادي يتسائلوا ويقولوا لي الا كانت الا كان داك السيرو زوين علاش حطات لنا هاد الوصفه هادي. البنات داك السيرو راه زوين افيكاس، راه غزاله البنات، ولكن شرط واحد، داك السيرو ما يخدملكش الا كنتي حامله ولا الا كنتي كترضعي، راه ما يخدملكش داك السيرو. ممنوع ياخذو شي واحد اللي حامل ولا كيرضع، يعني ممنوع تاخدي داك السيرو وانت حامله ولا ناويه تحملي ولا كترضعي، ممنوع تاخدي داك السيرو. علاش ما يخدملكش البنات؟ حيت داك السيرو كيعطي مفعوليه، ولكن ممنوع على الناس الحوامل ولا كيرضعوا. يعني هو الا كنتي بنيته ولا ولدتي ورضعتي وساليتي الرضاعه ولا فهمتي، يعني كيعطي افيكاسيتي زوين. اللي ناويه تحمل، اللي حامله ولا اللي كترضع ما تاخدوش، هذا هو البديل ديال داك السيرو. هذاك داك السيرو هذا هو البديل ديالو، يعني هذا وهذا راه نفس الافيكاسيتي، زوين خطير البنات. حتى هاد الوصفه راها زوينه وطبيعيه البنات، طبيعيه طبيعيه وزوينه بزاف، يعني راه فهمتي، يعني انا عن تجربه، ما غاديش نجي ونقول لكم شي حاجه اللي ما زويناش ولا اللي ضركم ولا اللي بزاف د الحوايج. يعني انا حتى كنجرب الحاجه هذه البنات جربتها هذه عامين، عرفتي البنات صحاحيت ما نكذبش عليكم، عرفتي صحاحيت. دابا انا غادي نوريها لكم ولكن راه ما غاديش ناخدها، ما غاديش ناخدها حيت كتصحى غادي تصحني البنات، وانا ما فيش راني صحيحه، انا عاد باغا نضعف. مهمه البنات كما قلت لكم وصفه خطيره زوينه وطبيعيه، غادي تتبعوا معايا الطريقه مزيان وغادي تستعملوها وما غاديش تندموا الا استعملتوها حيت زوينه وامام طون طبيعيه البنات، وكتصلح للناس الحوامل المرضعات اي حاجه، يعني تاخديها في اي وقت وما تخافيش فهمتي. هاد الوصفه هادي البنات والله العظيم الا زوينه. انا البنت المتتبعه ديالي اللي قالت لي عافاك عطانا شي وصفه ديال الوزن انا كنرضع، ها هي دي اختي الوصفه، انا جبتها خصيصا لعندك. انا راه عندي ومشحال هادي وكنقول من بعد وغاد نحط الفيديو، ولكن ملي شفت الكومونتير ديالك قلت علاش لا غادي نحط الكومونتير باش تستافد ديك البنيته ويستافدوا الناس كاملين وديك المراه واي وحده، يعني اي وحده راه ماشي كياخدها غير العيالات ولا عيالات بنات اي حاجه، يعني كل واحد حتى الدراري الا بغاو يصححوا كتعطيها لهم، حتى الدراري الصغار، الدراري الصغار ابتداء من 8 سنين كتعطيها لهم، كتعطي لهم معلقه صغيره. المهم انا غنعطيكم القياس ديال الاخر، نبداو ان شاء الله الوصفه. وهاد الوصفه اللي هي عباره عن بيرلي، بيرلي البنات اللي غني عن التعريف راكم كتعرفوه، بيرلي والفوائد ديالو راه زوين البنات. وراه كاين وصفات وحده اخرى ديال تسميل الخدود
فيهم بيرلي وواحد المكون او واحد اخر ان شاء الله غادي نديرو لكم ان شاء الله. غير تبعوا معايا وبقوا متبعين وبارطاجيو باش تعم الفائده على جميع الناس، واللي بغى هاد الوصفه ياخدها ويجربها ويرحم لي الوالدين، يرحم لي الوالده وخويا، دعيو مع الوالده وخويا بالرحمه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، الله يرحمهم ويوسع عليهم ويرحم جميع الامه الاسلاميه. المهم البنات غنبداو في الوصفه. غادي نحتاجو الججلان هنايا كما كتشوفوا ججلان، انا البنات راه كيحمقني الججلان، بعدا انا غادي نتشل لكم واحد شويه كناكلو انا هكا كيحمقني، انا غادي نزيد في الوزن. المهم البنات غادي نحتاجو الججلان اللي سبقنا وغسلناه مزيان وحمرناه ونقينا بعدا منه الوسخ والتراب وداكشي، وغسلناه مزيان وحمرناه شويه دوزناه في المقله ولا في الفران، ولا غير تجبدي الخبز ديالك من الفران ولا شي حاجه خشيه هو في المقله الفران وحمصيه شي شويه غير يتحمر شي شويه، ولا لا ما عندكش ديريه في مقله عاديه فوق البوطه زعما الا ما كنتيش داك الساعه واجده انك ما كانش الفران مشعول، غادي ديري فوق البوطه فوق مقيله وغادي تبقاي تزعزعيه هكا كيتحمر كيعطي داك اللون ذهبي كما كتشوفوا، شوفوا اللون ديالو البنات راه خطير البنات، هذا راه غزال راه افيكاس راه 100% 100% التصحيح التصحيح ماشي التصحيح زعما نصحو 100% الصحه، يعني راه خطير لواحد الدرجه ما تصوروش البنات، اقسم لكم يمينا انه زوين بزاف ما عليك الا تستعمليه كل نهار البنات. بعدا نقول لكم الوصفه باش تمشيني شام تبعي معايا، غنحتاجو بيرلي وغنحتاجو الزجله اللي سبقنا وحمرناه شويه وغسلناه ونقيناه مزيان وعاد نحمروه، وغادي نحتاجو مولينكس، نحتاجو مولينكس البنات، غادي نديرو هاد الججلان ديالنا في المولينكس يتطحن مزيان حتى يولي على شكل بودر، وملي يولي على شكل بودر غنديروه في هاد الطويصه نيت غنردوه في طاستو. انا دابا ما غاديش ندير لكم الوصفه حيت ما غاديش نحتاجها، حيت انا دابا راني صحيحه ما غاديش نحتاجها، يعني انا كنديرها لكم باش يعني الا ما بغيتش نضيعها فهمتي، الا غندير الوصفه خصني ضروري نستعملها يعني ما نضيعهاش، انا راني صحيحه بما فيه الكفايه يعني ما نزيدش نصحاح، انا بالعكس راني عاد باغي نغلط، ولكن هذه هي الوصفه اللي صحتنا البنات، هذه راه زوينه بزاف واي في كاس وغزاله والله العظيم الا غزاله غترحموني عليها. المهم غادي نطحنوا الججلان ديالنا مزيان، نطحنوه في المولينكس كما سبق لي وقلت لكم المولينكس بدات نحمصوه مزيان تيرجع بحال، المهم راكم عارفين كنزيدوه في السله وكنزيدوه حنا كنطحنوه، راكم عارفين الزجلان كيتطحن كيولي، غادي نديروه في الطويصه، غادي ناخذو بيرلي هاد بيرلي هذا البنات، غادي ناخذوه وغادي ناخذو معلقه كبيره البنات يكون مطحون ناضي، ناخذو معلقه كبيره بحال هكا، وغناخذو الججلان يكون اللي سبقنا وطحناه، اللي سبقنا البنات وطحناه، ما ناخذو الججلان اللي ما مطحونش، اللي سبقنا وطحناه، وغادي نخلطوه مع بيرلي ديالنا، نخلطوه مع بيرلي ديالنا وغادي ناكلوه بالصحه والراحه. انا واخا هكاك ما مقنعانيش هاد الوصفه هكا، انا غادي نصايبكم قدام عينيكم وغناكل داك بيرلي وغادي تشوفوا. من بعد ما طحنا البنات بيرلي هانتوما كما كتشوفوا، انا بغيت نصاوبكم الوصفه كامله باش تكملوا الوصفه حتى للاخر باش تصايبها بالطريقه الصحيحه، يعني باش تكملوا الوصفه حتى للاخر. من بعد ما طحنا الججلان ديالنا هاهو دا البنات، غادي ناخدو معلقة تقريبا راه هادي هي معلقة كبيرة زايد عليها واحد شوية، وغادي نديروها في بيرلي البنات في بيرلي، معلقة غنديروها في بيرلي وغنحركو مزيان، غناكلوها مع بيرلي البنات
شحال كناكل ها البنات باش تعرفوا شحال المفعوليه ديالها زوينه. بغيتي تاكليها هكا وتبعي لها بيرلي تبارك الله، ما بغيتيش كدير لها هكا وتاكل. بغيت شويه غنخبيه حيت كثرت ومكنليش ندير بزاف. انا اصلا غير كنوري لكم الوصفه كي دايره البنات، يعني هذا بيرلي هذا غادي تاخذوه البنات، غادي تاخذوه من الليل لليل، كل نهار بالليل غتاخذوا بيرلي مع معلقه ديال الزجلان مطحونه وغتحركوهم مزيان وتاكلوهم. راه غزال البنات، راه من 15 يوم الاولى حتى الشهر كيبقى يبان لك الفرق البنات، غزاله خطيره خطيره. وراكم عارفين المنافع ديال الزجلان وعارفين المنافع ديال البيرلي، يعني بلا ما نقول لكم يعني راه غادي يضركم في صحتكم ولا هذا، يعني ما تخافوش نهائيا انه يضركم في الصحه ديالكم، راه خطير البنات هاد الوصفه اقسم لكم يمين انها خطيره زوينه بزاف. انتم راني كليتها قدام عينيكم، راه من الليل لليل انا غير دابا صيبت لكم الوصفه جربت لكم باش تشوفوا شنو كاين وصافي. اما هي من الليل لليل خصكم تاخذوها، راه خطيره البنات خطيره. تفهم شنو هي خطيره؟ والله الا زوينه البنات، عرفتي افيكاس 100% وتعطي نتيجه فعاليه بالنسبه للغلط، والله العظيم الا زوينه. المهم البنات تبعوا هاد الوصفه كما قلت لكم وما تنساوش. والمهم واحد الحاجه، غير توصلوا للغلط اللي بغيتوا البنات ما تقطعوش الوصفه، اي وصفه كما كانت غير توصلوا لواحد النتيجه اللي نتوما راضين عليها ما تقطعوش الوصفه نيشان. بقيت تخدموها نهاريه نهار لا نهار في السيمانه وانتم كتنقصوا تدريجيا، يعني هذه هي الوصفه. في اي وصفه خصكم ديروا هذه الطريقه هذه باش كتنجح معكم الوصفه. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال الغلط، وكنت من تجربوها حيت غتعجبكم. والسيده اللي قالت لي الوصفه ديال الغلط، هي اختي الوصفه ديال الغلط دي بالنسبه للناس اللي مرضعات، هي دي استعمليها كل نهار بالليل غتجي تنعسي. خدي معلقه ديال الزجله مطحون مع بيرلي وغتلاحظي الفرق ان شاء الله. وتهلاو في راسكم، بسلام عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا باي باي عليكم.